السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. بداية اللهم صل على سيدنا محمد، معكم محمد ومعكم أنور أخوي. يا هلا بالشباب، هلا فيكم جميعا. يا أخوان لا تنسونا باللايك واشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. بهذا الفيديو يا أخوان راح نلعب تحديات أنا وأخي أنور اليوم يا شباب. حماس يا أخوان، حماس مثل ما وعدتكم يا أخوان، كل أسبوع هيك شيء مننزلكم فيديو أنا وأخي تحديات حلوة أسطورية. أول شيء يا أخوان راح نعمل التريد يا أخوان، راح نشوف مين راح يخلص قبل أربع تحديات بنفس الفيديو. أوكي، اللي هو أول خيار اللي هو راح نعمل تريد، مين راح يحصل فاكهة قبل وبعدين راح يروح يقتل واحد. ثالث تحدي الرايد يا أخوان، مين راح يلعب البوزة طبعا يا اخوان، مين راح يخلص الريد قبل. واخر تحدي هو تحدي انا وهو راح نتقاتل مع بعض. اوكي يب يا اخوان، خلونا هلا نشغل هذا المقطع لايكات، لا تنسوا توصلوا يا اخوان 200 250 لايك، انتم قدها وغدود. يلا يا اخوان نبلش وليتس جو على التحدي الاول. يا زلمه لكلك وين هذا؟ ان شاء الله يطلع لي واحد فورا هيك ابدل معه. ايوه راي اعطيه مقابل. والله انت بيرك واحد عندك راسا. لا يا زلمه لسه ما طلعت. قال له قومي لا قوم نور. طب انا استنى هذاك خلص بركي اصلا بالله محله. يلا لك مهم بس اعمل ترايد، والله راي اعطيه يلا واحد ببلاش. هاي اول مره. اوكي اوكي هاي اول مره ما حدا ببروك. اخ اخ اجى واحد، اجى واحد تعطيه. اوه ماي جود ماليو، طالع بعطيك هاي وبعطيك استنى ها لا تروح تقوم فور. اها اوكي اوكي استنى خلص شال الليو، تعال اعطيك هاي. ثواني ثواني هدي ابو شريك، هدي خذ هاي. لا عنده، خذ خذ تع خذ هاي يا سيدي، تع تع خذ 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 الجرافيت. والله قبلان بس اقبل اقبل. ما راح يقبل لانه عنده اغاني. طيب تعال بعطيك شيء زياده معه، خذ خذ شو اسمه العنقاء او خذ العنكبوت، خذ هاي. لا يلا يلا بليز بس اعمل تريد واحد. والله معه كل شيء هذا، شنو ها؟ خذ روح، والله روح روح هاي فايت ثنتين روح. تقبل ولا لا؟ اخي اقبل بس اقبل، خذ روح هاي هدية. يا رب اول دريد. لا يا الله يلا بليز اقبل. ابلع ابلع اربعت يا اخوان. اول تريد هو اخذ طبعا عطيته جوست واخذ اثنين. طيب بما يا اخوان هو خلص خلص اول تحدي هو ربحه، نساوي الريد يلا ولا نقتل شخص؟ اول شيء نقتل شخص. يلا نبدا بالتحدي الثاني وهو مش لانك ما بين تلاقي الشخص. والله مشكلة يعني ما المصلحة، المهم انا رايد اتحول رايد اتحول. في واحد يلا ان شاء الله لا واحد سريع. اوه ماي جود واحد اجلس. مين هذا؟ تعال تعال بليز 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 حصتي. انا قتلته، انا شوف انا قتلته البونت كان سجل. انا ماني مصلحة المهم. يا طبعا يا اخوان صار صار تحدي الي تحدي له كسبانين. اوكي الحين يا اخوان رايحين على الترايد، مين راح يخلص الرايد، مين راح يخلص الرايد يا اخوان. اول التحدي الثالث يلا هلا راح يكون صعب شوي. انا رايح قبلك. يا سلام هلا بلشت. يلا بلشت المهمه. يب مين راح يخلص الرايد قبل الثاني؟ يو مين راح يخلص الاول قبل؟ تعال ازرق اخضر ايوه. خلص خلص لا 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 شباب هدي هدي. لا هلا هلا بركي تتشكل على الطريق. لا انا تشكل. يلا 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 سويت عم سوي انت وصلت. سلام عليكم. خلص اوه سلام عليكم سلام. طيب اوكي والله الحكي على الاخر شيء يعني لا تفرح كثير. يا رب ابدا حبيبي ابدا يب ابدا. انت تنصح خسارة ما عاد اصلا قبل يا حبيبي. ايش هذا؟
يلا بدينا يا شباب، لحالني بالبوزة، لحالي يا اخوان بالبوزة يا حبيبي، والله ناكل هوا. صحيح انت هلا يا زلمة، انت راح تربح التحدي. هذا التحدي مضمون. بكرة فيك تنسحب. لا ما راح انسحب، راح استمر. راح استمر اطمن. اوه ماي جاد. ايش يا حبيبي. انا شو بس بسوي؟ راح اتحول. والله التحول شوف بس هلو عندي مرة. يلا يا اخوان المرحلة الأخيرة. ليتس جو. ليتس جو. ليتس جو. بس يا اخوان راح عندي التحول. استعملته قبل شوي. يا الله او ماي جود ايش هذا؟ يلا يا اخوان بجوز فورا اموت ها يعني على السريع. ترحموا علي شوفوا شوفوا. اوكي يا شباب شوفوا ايش صار فيني؟ ايش صار فيني؟ انت راح تربح. طلع البوز اسمها هجم علي وهيك. ايش هذا؟ يا حبيبي يا حبيبي والله. لا انا يا رجل بدك اول ايش دمي 500 دمي 500 يا حبيبي يا حبيبي راح نموت راح نموت صعب صعب مستحيل مستحيل ايش هاد يا حبيبي وات ذا فك 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 هدول بهي دم صح والله بهي دم شوف شوف ايش هلا راح العب معه لعبه اللي هي هيك خسرت يا اخوان انا ربحت خلاص لك التحول ما عاد يجي معي يا رجل انا ربحت يا شباب انا راح الحقك بالموت شو ايش صار فيني يا اخوان هي الصراحه بدي وروحوا لي كمان بونتي طيب يا اخوان انا ربحت بهذا التحدي لاني هو مات قبلي اوكي هلا ضل بس التحدي الاخير واللي هو مين يقتل الثاني اوكي مين يقتل الثاني روح على الكفه روح على الكفه يلا مين يقتل الثاني ثلاث مرات دي يلا تعال تمام يلا بروح على الكافيه اوكي شباب راح نبدا بالمهام الاخير واللي هو لازم كل واحد يقتل الثاني تمام ومثلا انا اذا قتلته ثلاث مرات انا راح اربح هذا التحدي الاخير واذا هو قتلني ثلاث مرات هو راح يربح هذا التحدي فهلا يا اخوان انا عندي تحديين كسبانهم وهو تحدي واحد بس كسبانه اوكي يلا نبلش ليتس جو يلا بلش خوي انت لحيب يا زلمه وبعدين عندك البونتي اكثر او ثواني 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 هدي يا شباب هدي 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 والله مو مستاهله مو مستاهله هدي ولا اجلتني يا زلمه والله اخذ بونتي كمان شكرا على بونتي حبيبي هاي 1-0 له بلا بلا طيب 1-0 1-0 اوكي يلا وانا تعال اجل ذاك لا 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 يا شباب دمه حرام دمه لا طب انت والله شيء عندك غريب بلو ما بتعرف تعمل شيل شيل التحالف شيل التحالف يلا يا الله يا شباب ضل بس اذا قتلني مره خسرت التحدي هذا يلا يا اخوان اخر تحدي ان شاء الله ما نموت لك العب معك بوس لا شو بدك العب انا ماني مصلحه طيب يلا حولك نتحول ونتقتل مع بعض لا لا بدي اغدرك استنى شوي استنى بدي اغدرك اذا بدك
بنساوي مع هذا تحول بدون تحول. بتسلع معك. طب ثواني ثواني ثواني. كل شوي انت ثواني راي تقتلني. طيب اوكي يا شباب، اول ربع التحدي يا اخوان، هو يا اخوان ما بعرف عنده شوية احتراف اكثر مني، فيب يا شباب اول ربع التحدي للاسف. تعال افزعلي تعال. انا عايز اوفر. ايش في حدا علي معك؟ يب تعال. احلى فزعة. وين هو الاعراب؟ احلى فزعة لعيني. لا والله عندي عندي. خذ قتلت لك يمكن. وينو هاي هرب؟ مسكه مسكه مسكته. خلاص تركه اجي. دمه؟ لا خليه يهرب. وينو؟ صرعت لك يا صرع. هذا ابو الماكس مونتي بالله يا حرام. علم كدم اكل قتل يا عالم. اكل قتل لشبع حلو. رجع اجا. او ماي جود سوانا عم بغدر. ابو الشباب فزع فزع لعيونك. هذا هرب بعد. وينه؟ وفوق. جبده. يب بنزل لك. لا هذا يمكن تحول. ها انتبه. ها ضربته كفو. لا 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 موتني موتني. بونتي عنده موتا. اوكي اخوان هيك بكون صنعت الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اتمنى يا اخوان مع الفيديوهات القادمه ان شاء الله نسوي تحديات حلوه، واتمنى كمان تجرمنا هذا المقطع لايكات. خلونا نوصل هذا يا اخوان 300 لايك، انتم قدها وخدود. يب يا اخوان اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.